اولا كنشكركم على المواكبه ديال هذه الرمضانيات اللي اليوم الحفل الاختتام ديالها، رمضانيات طنجه الكبرى في نسختها الثالثه. رمضان بعد رمضان كتعرف الحمد لله التميز، كتعرف الاقبال، كتعرف التتبع. كانت هناك مختلف البرامج المتنوعه، فكريه، رياضيه، ثقافيه، فنيه، الرياضات المتنوعه والرياضات الالكترونيه كذلك والحساب الذهني. كذلك كان هناك امسيات يعني دويره في المدينه هي اللي فيها السياحه والرياضه. كاين واحد مجموعه الامور اللي كنحاولوا اننا من خلالها الاطلاع على معالم المدينه العتيقه، وكذلك هي فنيه رياضيه. فالحمد لله احنا راضيين على هذا البرنامج هذا اليوم على الاختتام ديالو مع الفنان القادر سعيد بن القادر اللي غيحييه باش يكون ختامه مسك. وكذلك اليوم باقي لنا اليوم غد واخا اليوم الاختتام، كاين اليوم واحد البرنامج ديال في ايام اي في الايام التضامنيه اللي كنعملوا، خرجت التضامنيه عندنا خرجه الى السجل المدني غدا وافطار جماعي ان شاء الله. اولا من المنبر ديالكم كنحاول نشكر جميع الصحافه، جا الصحافه والاعلام اللي واكبوا هذه الرمضانيات وعطوها واحد الدفعه قويه معنويا. وكذلك كنشكر كل المتعاونين رمضان اللي عاونوا رمضان واخا ولو كلمه طيبه، واللي بغى الخير لمدينه طنجه، لان الهدف الاسمى هو مدينه طنجه. الحمد لله شفنا مدينه طنجه اليوم كترجع الاشعاع ديالها، كترجع البريق ديالها على مستوى الفن والرياضه والثقافه وفي امور مختلفه. الحمد لله الفضل كيرجع لصاحب جلاله رسول الله وايده، ان مدينه طنجه عرفت واحد الحركه تنمويه كبيره بفضل مشاريع طنجه الكبرى اللي عطات انطلاقه ديالها امير المؤمنين صاحب جلاله رسول الله وايده. اليوم مدينه طنجه صبحت مصاف الدول المتقدمه، كذلك مدينه طنجه ستستضيف الجاز العالمي في افريل المقبل. صراحه اننا جد فخورين من انتماء ديالنا لهذه المدينه هذه. ومن المنبر ديالكم كنشكر كل المتعاونين، كنشكر على راسهم السيد ولي الجهه السي يونس التازي، وكنشكر جميع السلطات المتعاونه من رجال الامن وكذلك رجال القوات المساعده وغيرها من السلطات. كنشكر الشركاء في شخص المديريه الجهويه لقطاع الشباب، المديريه الجهويه لقطاع الثقافه، جماعه طنجه وكل المتعاونين بعيد وقريب. من بعد هذا النجاح ديال هذه الدوره هذه باش تقدروا توعدوا سكينه طنجه ان شاء الله في الدوره المقبله؟ هو قال لك من السهل باش تطلع القمه، ولكن من الصعب باش تحافظ عليها. وهذا هو الشعار ديالنا اللي عندنا في اللجنه المنظمه ديال الرمضانيات. بكل صراحه السقف تعلى، الناس ما بقاتش كتقبل يعني البرامج يعني الهاويه. فاليوم ملي وصلنا لهذا المستوى هذا الا ويزيدنا اصرارا ويزيدنا تحديا اكثر، لان خصنا نقدموا الافضل في رمضانيات الرابع، لان خصنا دائما نكونوا عند حسن الظن ديال 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 الساكنين ديال مدينه طنجه. وكذلك خصنا نعملوا شي حاجه اللي هي في المستوى اللي كتليق بهذه المدينه هذه، لان مدينه عندها تاريخ ديالها عريق، بوابه افريقيا نحو اوروبا، عندها واحد 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 الاهتمام مولوي كبير، عندها صحوه تنموي كبير، فيها مثقفين، فيها رائدين، فيها يعني مختلف المجالات كاين الحمد لله في هذه المدينه هذه. لهذا لن نقبل سوى من اننا خصنا نتقدموا من حسن الى احسن حتى نوصلوا للافضل باسم مدينه طنجه. ارحب بالجمهور الكريم الذي حج بكثافه الرمضانيه طنجه الكبرى في هذه الحله الجديده، وتبارك الله في هذا يعني المعايير الراقيه. فحقيقه هذه الانشطه اللي كانت في رمضان، اللي من هذا المنبر كنشكر كل المشرفين على هذه الانشطه كلها، الانشطه الثقافيه، الفنيه، العلميه، وكل ما يجعل من طنجه مناره راقيه في هذه الابواب الكثيره، الابواب الجماليه. فجد فخور بالمشاركه ديالي والمجموعه اللي معايا في هذا الحفل، اللي تبارك الله كنشوفوا تبارك الله شحال الوجوه كنشوفوهم في هذه المحافل اللي كيكونوا متعطشين لمثل هذه الالوان الموسيقيه، الموسيقى الاندلسيه والسمع الصوفي والتراث المغربي الاصيل الذي تفخر به الهويه المغربيه. فشكرا لكل من يدعم وكل من يشتغل على مثل هذه التظاهرات التي تدل على ان طنجه الحمد لله باقى بخير، وباقى عندها رجالاتها ونساؤها التي او اللواتي والذين يشتغلون في نفس الوقت مع بعضهم من اجل اخراج واحد الحله جميلا هذه المدينه. فشكرا لهم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.